بسم الله. تعبير فقه المقاصد العليا أو فقه المقاصد الإسلامية العليا تعبير مهم جدا، لكن هناك فقه أو هناك تخريج من هذا الفقه يسمى فقه المقاصد الوطنية. هل هناك تناقض؟ ثم إذا كانت الغايات العليا الإسلامية متحققة في الغايات الوطنية، هل هناك تناقض؟ أعتقد أن فك هذا الاشتباك مهم جدا في حوارنا هذه الليلة مع الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية. أهلا بك مولانا. أهلا وسهلا مولانا. لأن في سياق الجمهورية الجديدة وسياق فقه المقاصد الإسلامية العليا هي متجسدة في فقه المقاصد الوطنية، هناك من يخلق فجوة ما بين الوطن والإسلام، رغم أن الإسلام يعني بالوطن وسلامة الوطن وحادب على سكان هذا الوطن وما إلى ذلك. تفضل يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الإسلام أتى للإنسان، لبناء الإنسان، لكي يقوم هذا الإنسان بواجبه التكليفي في هذه الدنيا إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى، ويقوم بمهام ثلاثة. المهمة الأولى وهي الإيمان، والمهمة الثانية هي مهام العبادة، والثالثة هي تزكية وتهذيب النفس الإنسانية التي بين جنبين. هذه المهام الثلاثة حتصب في مهمة هي أساس الخلافة في الأرض، يعني هي عوامل مساعدة. الإيمان ودافع قوي للسلوك الإنساني إلى أن يسير هذا السلوك على نحو محدد ونحو يحقق البناء العمراني في أرجاء المعمورة، وعلى نحو فيه التحضر، فيه منفعة الإنسان وليس فيه مضرة بالإنسان. يساعدنا على هذا التوجه أن الدين يحث على العلم حسن، ويكفي أن تقرأ قول الله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى آخر سورة العلق، ثم تقرأ الآيات الكثيرة التي جاءت في القرآن الكريم دالة على النظر في التدبر والعقل والنظر والتدبر وإعمال العقل والتفكر. مظبوط. فدور العقل في التشريع الإسلامي دور أساسي، لأنه لا يمكن فهم النص الشرعي إلا من خلال عقل محدد ومعين. هذا الذي ذكره القرآن الكريم من نحو التدبر والتأمل والتفكر، وأفلا يعقلون أفلا يتدبرون أفلا يتدبروا القول، الآيات لقوم يتفكرون، الآيات لقوم يعقلون، هذه كلها أمور محفزة لهذا العقل الإنساني أن يبدع في هذا في أرجاء هذه الأرض، مستخدما في ذلك كل العلوم التي تساعد على بنيان حضاري حقيقي، كعلم الهندسة، علم الفيزياء، علم الكيمياء، علم الأحياء، علم الطب، علم يعني هو مقتضيات العمران. مقتضيات العمران. حتى إنه لا يجعل سقفا محددا للعلم والبحث العلمي إلا أن يكون هذا البحث العلمي في نتائجه ضارا بالبشرية. هنا الجانب الأخلاقي، يعني كأن العقل عندما يتحرك ويبحث ويدرس هو محاط بسياج أخلاقي، هذا السياج الأخلاقي هو ضمان أيضا لتحقيق مصالح الإنسان في هذه الأرض. فكأن الشريعة بكاملها، الإسلام بكامله، جاء لتحقيق هذه المقاصد العليا التي سيادتك تفضلت في الحديث عنها، وهي أن يحافظ على معتقدهم، على دينهم، أن يحافظ على أنفسهم، الحق في الحياة، أن يحافظ على أعراضهم، أن يحافظ على نسلهم، أن يحافظ على ماليهم، أموالهم، أن يحافظ على عقولهم، سواء خلناها ستة أو خلناها خمسة، لكن هي مقاصد، لكن مقاصد عليا، يعني يختل المجتمع لو فرطنا في هذه المقاصد، ينظر إليها باعتبارها مقاصد عليا. تمام. لما الفقهاء بيعرفوا هذه المقاصد وإن هي أهداف الشريعة، طب أثر الخلل في هذه المقاصد يعود على من؟ بصينا لأنهم بيعبروا بتعبير المجتمع،
بتعبير الوطن ان هو اثر الاخلال فيها لا يعود على الفرد بنفسه وانما سيعود على المجتمع باسره. كان فكره الوطن وفكره المجتمع هي مكمله بل هي اساسيه في تفعيل هذه المقاصد العليا، لانه لا يمكن الكلام على الحق في الحياه دون ان يكون هناك من يحمي هذا الحق. موجود لها ايضا مساحه من الارض، مساحه من المجتمع، ومن يحمي هذا الحق ايضا، ومن يحمي هذا الحق اللي هي السلطه ويحافظ عليه. نعم مزبوط. فاذا انت امام تشابك بين مقاصد ومقاصد، لا يمكن ان تعزل مقصد معين عن مقصد اخر، بل الكل يتكامل في انتاج منظومه الحق في العيش في هذه الحياه واعمار هذه الارض. لا تسير سيرا حقيقيا إلا بمنظومة أخلاقية وقيم ومنظومة علمية وسعي حثيث فيه التخطيط الاستراتيجي القوي اللي منصوص عليه في قول الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وليس المقصود هنا من ترهبون يعني إيجاد الإرهاب بالمعنى المتداول الآن والمعروف، وإنما المقصود إيجاد منعة وإيجاد قوة ردع للدولة أو للمجتمع تجاه الآخرين الذين يريدون أن يقوضوا أركان هذا المجتمع.